السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز تمرين 57 صفحة 18 من الكتاب الدراسي المفيد في الرياضيات. نتابعون الله يجزيكم بخير أعزائي التلاميذ. إذا لدينا في التمرين طلب منا أن نبين أن ناقص واحد زائد ب على أ زائد ب الكل على ناقص واحد زائد أ على أ زائد ب يساوي أ على ب. هذا هو السؤال، يساوي أ على ب. إذا أول حاجة سأقوم بتوحيد المقام، سأقوم بتوحيد المقام. إذا ناقص واحد عامل أ زائد ب هي ناقص أ زائد ب، لأن واحد في أي عدد يبقى العدد نفسه. ناقص واحد عامل أ زائد ب تساوي ناقص أ زائد ب زائد ب، لأن مقامها هو أ زائد ب لأنه موحد، يعني لا يجب أن أضربه أو أضرب ب في واحد. إذا أ زائد ب كذلك في المقام، في مقام هذا الكسر الكبير. إذا ناقص واحد في أ زائد ب هنا كذلك تعطينا أ ناقص أ زائد ب زائد أ، لأن أ سأضربها في واحد لأن مقام ناقص واحد هو واحد. الكل على أ زائد ب. بعد ذلك سأقوم بإدخال إشارة ناقص على المتساوية اللي هي البسط، ثم إشارة ناقص على المتساوية اللي هي المقام هنا. إذا تعطينا هنا تساوي ناقص، عندي الكسر الكبير هو اللي هو بعد، أعطينا سيدي ناقص أ ناقص ب زائد ب على أ زائد ب، الكل على ناقص أ ناقص ب زائد أ، الكل على أ زائد ب. إذا أدخلت الإشارة ناقص على أ زائد ب، وأدخلت الإشارة هنا ناقص على أ زائد ب، لأن ناقص تسبق القوس. ثم بعد ذلك سأشطب على الأعداد المتقابلة. الأعداد المتقابلان عندنا ناقص ب زائد ب يعطينا صفر، وناقص أ زائد أ تعطينا صفر، فتعطينا النتيجة هي ماذا؟ النتيجة هي ناقص أ على أ زائد ب الكل على ناقص ب على أ زائد ب، طبيعتها بدون أن ننسى تساوي. ثم بعد ذلك سأضرب في مقلوب الكسر، وحينما أضرب في مقلوب الكسر سوف أشطب على أ زائد ب لأنها ستكون في مقام وفي البسط. فناقص أ على أ زائد ب أنضربها في مقلوب ناقص ب على أ زائد ب، ما هو المقام ديال الكسر الكبير؟ هي أ زائد ب على ناقص ب. هنا سأشطب على أ زائد ب و أ زائد ب. هنا قالوا لي في المعطيات أن أ زائد ب تخالف صفر الضربة اللي يجيكم بها. راه إذا كانت أ زائد ب تساوي صفر راه لا يمكن أن أختزل بها، راه ميمكنليش نختزل بها ونضرب على هاد أ زائد ب. أي إذا كانت أ زائد ب تساوي صفر راه ما عنديش الحق نختزل بأ زائد ب، لأن لا يمكن الاختزال بالعدد صفر. ثم بعد ذلك ستبقى لدي الكتابة التالية، ناقص أ على ناقص ب التي ستعطينا أ على ب. السؤال الثاني قالوا لنا، السؤال الثاني قالوا سيدي قالوا لنا نحسب نستنتج قيمة واحد ناقص جوج واحد طوك حل. إذا قلنا نستنتجو واحد قيمة ديال واحد ناقص جوج على جوج زائد واحد على ثلاثة الكل على
واحد ناقص واحد إلى ثلاثة على جوج زائد واحد إلى ثلاثة. هاد المعطيات اللي قد نستنتج القيمة فهي تشبه شيئا ما النتيجة رقم واحد اللي بينا ناقص واحد زائد بي على أ زائد بي الكل على ناقص واحد زائد أ على زائد بي تساوي أ على بي، ولكن ينقص هنا أن تكون هنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد وهنا زائد وهنا زائد. لاحظوا معي تكون هنا عندي تتسبق الواحد ناقص، وهنا تكون عندي فوق بلاصة ناقص تكون عندي تساوي بلاصة ناقص، وهنا كذلك تكون عندي تتسبق الواحد ناقص وتكون هذه إشارة زائد. إذن يكفي أن أضرب، إذن شندير أنضرب في ناقص واحد الفوق وفي ناقص واحد لتحت فتعطي حينما نضرب في ناقص واحد على ناقص واحد تساوي واحد، ناقص واحد على ناقص واحد هنا غنضرب في ناقص واحد ونقسم على ناقص واحد، فاش نضرب الفوق في ناقص واحد ونضرب لتحت في ناقص واحد بحال ما درت والو، بحال ضربت في ناقص واحد وقسمت على ناقص واحد هي واحد. إذن ستعطينا ماذا؟ ناقص واحد زائد جوج الكل على اثنان زائد واحد على ثلاثة كل على ناقص واحد زائد واحد على ثلاثة الكل على اثنان زائد واحد على ثلاثة. إذن اثنان هي العدد ماذا؟ هي العدد بي. اثنان هي العدد، سأخذ لون آخر حتى يفهم الجميع. اثنان هي العدد بي. بي وهنا بي زائد أ. إذن قلنا أ هي ثلاثة واحد على ثلاثة وبي هي اثنان. اثنان هي بي زائد أ. خلاص الجمع تبادلي. إذن النتيجة ديال هذه هي ماذا؟ هي أ على بي. قلنا النتيجة ديال هاد كتابة ناقص واحد زائد بي على بي زائد أ وثم ناقص واحد زائد أ على بي زائد أ تضرب هنا الجمع تبادلي قلت بي زائد أ هي أ زائد بي أتعطينا أ على بي. فأ هي ماذا؟ أ هي واحد على ثلاثة. سأخذ لون معين آخر أشيلون آخر قوقيها أتعطينا أ اللي هي ماذا؟ هي واحد على ثلاثة الكل على بي اللي هي اثنان. واحد على ثلاثة الكل على اثنان هي ماذا؟ ناخذ الأسود حتى باش تبان مزيان. هي واحد على ثلاثة عامل واحد على اثنان اللي هي واحد على ستة، ويكون القيمة ديال داك العدد طلبه مني هي واحد على ستة. وكنكون إن شاء الله تعالى قد أنجزت التمرين رقم 59 صفحة 18 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات. تابعونا على القناة جزاكم الله خيرا، وحاولوا أن تبارطاجيو هاد الفيديوهات التي تستفيدون مع أصدقائكم وصديقاتكم حتى تعم الفائدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.